عليها قضاء 16 يوما من رمضان، شرعت في القضاء وصامت، لكنها الآن لا تتذكر هل صامت 14 يوما أو 15 يوما، تقول ماذا أفعل؟ يقول أهل العلم إذا لم يكن هناك غلب الظن فالأصل في ذلك أنها لم تصم إلا 14 يوما، لكن أنا أنبه على شيء مهم ينساه الناس الحقيقة، وهو أنهم يظنون أن مجرد الشك العارض أنه يبنى عليه، وهذا غير صحيح. الشك العارض لا يلتفت إليه. الشك الذي قال العلماء بأنه يبني على الأقل هو 14 يوم في هذه المسألة هو متساوي الطرفين، وهو الذي عبر عنه علماء الأصول كأبي المعالي الجويني في الورقات وغيره، هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أي أن يقول يجوز هذا الأمر ويجوز هذا لكن كلاهما متساو. أما إذا كان عنده غلب الظن 50%، 55%، 60%، 70%، عنده غلب الظن فلا يلتفت لبقية الشك، فيبني على تحريه ويبني على غلبة ظنه ويعتبر أنه قد صام 15 يوما. لكن الشك الذي يعنيها للعلم هو تساوي الطرفين أو تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، بينما الظن هو تجويز أمرين نعم لكن لأحد الطرفين مزية على الآخر، أو لأحد الأمرين مزية على الآخر. فإذا وجدت غلبة الظن ولو يسيرة بنى عليها ولا شيء عليه، خلاص يعتبر أنه 15 يوم ولا شيء عليه. والشك مثل ما ذكرت، الشك هو متساوي الطرفين، والله تعالى أحسن الله إليكم.